ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده حبيت اشارك معاكم النصيبه اللي عملتها من اسبوعين كده. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله انا وايه. ويلا بينا نبتدي الفيديو. تعالى اقول لكم النصيبه اللي انا عملتها وهقول لكم حلتها ازاي عشان لو حد عامل اللي انا عملته يقدر يحلها. من قيمه اسبوعين كده كنت بغسل الغسيل، فوانا بغسل الغسيل كان في كده 2 تيشيرت، من ضمنهم التيشيرت اللي انت لابساه وتيشيرت اختي الثانيه، فحطيتهم في الغساله. وانا بحطهم في الغساله طبعا ما خدتش بالي نهائي ان انا غسلت معاهم بلوزه من بلوزات ايه اللي هي كانت لونها ازرق. حطيتهم بقى في الغساله بكل ثقه. بعد ما الغساله طبعا اتقفلت، فبخرج الغسيل لقيت التيشيرتات اللي انا حطيتها في الغساله بقت لونها ازرق كحل. هوريكم طبعا الفيديو، انا حطاها اهوت جنبيه دوت المصيبه اللي انا صورتها. طبعا زي ما انتم شايفين المنظر، التيشيرتات بقت لونها كحل، يعني مش لونها بقى ما بقاش لونها ابيض، لا بقى لونها كحل لون البلوزه بتاعت ايه. اتضايقت جدا طبعا، لان التيشيرت دوت كنت جايباه وكنت بعزه جدا، لان كنت بحب البسه في الصيف لان طاري طبعا انتوا عارفين الحر والصيف، وكنت جايباه كان عرض من محل ديفاكتو. ولما حصلت النصيبه دي زعلت جدا ان التيشيرت بقى لونه ازرق ما بقاش لونه ابيض. فتحت طبعا، كانت الموضوع ده كان تقريبا بعد الساعه 12، ما قلتش لاي حد في البيت عن النصيبه اللي انا عملتها. فتحت النت وقعدت طبعا اشوف يمكن الاقي حل، ان في حد عمل نفس الحوار اللي عندي او قدر ان هو يحله. لقيت بنوته كانت متكلمه عن الموضوع دوت، ان التيشيرت بتاعها برضو اتصبغ نتيجه ان هي حاطت حاجات برضو مع التيشيرت بتاعها زي عمليتي يعني. المهم ان هي حاطت الوصفه، كنت مش هشاركها معاكم غير اما اجربها الاول واشوف. الوصفه دي كانت عباره عن بتجيبي كوبايه خل وبتجيبي معاها قد مثلا كيس بيكنج باودر او 2 بيكنج باودر، او لو عندك اللي هي تقريبا بيكنج صودا او معرفش حاجه تبع صودا كده، وميه تكون بتغلي، يعني الميه كده تكون بتغلي. مسكت الطبق، كان عندي طبق اللي هو اللي انتوا شايفينه يعني دلوقتي جنبي، مسكت الطبق وحطيت فيه الميه السخنه وحطيت فيه الخل، وبعدين حطيت فيه البيكنج باودر. حطيت الاول التيشيرتين في قلب الطبق وقلت اشوف الوضع بعد ساعتين او 3 ساعات. لقيت اول ما طلعتهم اول مره لقيت اللون نزل شويه من الاثنين تيشيرت اللي انا عملت فيهم المصيبه دي. بعد ساعتين رحت اشوف ايه الوضع، لقيت فعلا ان الموضوع بدا يهدى وان الزرقان اللي في التيشيرتات دوت بدا ينزل. بعديها بشويه كمان قلت طيب هكرر العمليه ديت كذا مره. كررت العمليه دي كذا مره، بس زودت على المره الثانيه قد كوبايه كلور، مش كوبايه، ثواني، كوبايه ايه، ما زودتش كوبايه كلور قد مثلا مقدار حبه صغيرين قوي من الكلور، يعني شايفين بق الكلور او الازازه بتاعه الكلور بيبقى ليها الغطا بتاعها، زودت قد مقدار غطا من ازازه الكلور دي، مش 2 الازازه، الغطا بتاع الازازه بتاعه الكلور حطيت بيها المقدار دوت. بعديها تاني يوم سبت الاثنين تيشيرت يتنقعوا المنقوع دوت او اللي انا عمل بتاع الوصفه دي. تاني يوم لقيت لا، الموضوع بدا فعلا يستجيب وكنت فرحانه ومبسوطه. هقول لكم الخلاصه عشان بس ما ارغيش معاكم، عشان حاسه ان انا برغي معاكم كتير. كررت الموضوع دوت مرتين في اليوم، صبح وليل صبح وليل صبح وليل، قد 3 مرات زي ما انتم شايفين في اول الفيديو. بعد ما كان التيشيرت لونه ازرق طبعا انذهلت بالنتيجه. بصوا التيشيرت رجع تاني بقى لونه ابيض، يعني ده تيشيرت اختي اهو. هو بص، هو ما قصرش في التيشيرت اختي من جهه الرسمه او حاجه، بس بالنسبه لي انا هو التيشيرت اللي انا لابساه طبعا اللي متباني انا على طول بلبسه. المفروض دوت يعني اللون بتاعه كان غامق شويه بس نتيجه الكلور فهو افتح، بس المهم يعني ان هو ما بص. انا اهم حاجه عندي ان هو ما بص، اللي هو ايه لونه رجع تاني، ما بقى يعني بدل ما كان لونه ازرق وكان هيترمي، مش هيترمي يعني، كنت هلبسه برده في البيت واقعد بيه. ده التيشيرت التاني اهو، بص لونه رجع تاني بعد ما كان لونه ازرق. هو كان لونه طبعا في الاول ابيض، بس بعد النصيبه اللي انا عملتها بقى لونه ازرق، بس الحمد لله يعني عالجت الموضوع. بصوا لونه تاني رجع بقى ابيض، والتيشيرت اللي انا برضو لابساه بقى رجع ابيض. قلت لازم اقول لكم الوصفه دي عشان طبعا في ناس بتقع فيها، وانا كان في حاجات قبل كده يعني كانت بتحصل، وكنت مش برميها، كنت بركنها وكنت بلبسها في البيت. بس لما جربت الوصفه دي قلت بقى اشاركها معاكم، وان شاء الله تجربوها. لو حد عمل زي ما انا عملت يجربها ان شاء الله. حاجه بس عايزه اوضحها، ان الموضوع دوت معرفش ينفع في الحاجات، لو انتم مثلا عندكم هدوم قديمه وحصل فيها تصبغ مثلا ينفع معاه الوصفه دي ولا لا، لان انا الموضوع دوت اول لما لقيت التيشيرتات كانت مبلوله رحت عملتها في الوصفه دي على طول. معرفش اذا كانت هتنفع في لو مثلا حد عنده تصبغ في الهدوم او حاجه قديمه تنفع معاه ولا لا، بس هو ممكن يجربها ان شاء الله تنفع معايا يعني، وتطمنوني في الكومنتات ان هي نفعت معاكم.
مش عايزه بقى اطول معاكم الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله انا وايه، ونشوفكم بقى في حاجات تانية، يعني الحاجات اللي احنا بنجربها بنحب ان احنا نشاركها معاكم، لان انتم بقى خلاص بقيتوا جزء من عيلتنا، واشوفكم بخير في فيديو جديد، مع السلامه.